بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. كتاب الحديث للإمام محمد بن عبد الوهاب يرحمه الله، يشرحه ويعلق عليه معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. الحلقة 60. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات المستمعون والمستمعات الكرام، مستمعي إذاعة نداء الإسلام، إلى هذه الحلقة الجديدة من سلسلة دروسنا ومجالسنا في شرح كتاب الحديث للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، والذي يتفضل بشرحه وبيانه والتعليق عليه معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، الذي نرحب به في مطلع هذا اللقاء. فأهلا وسهلا ومرحبا بمعالي الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم. حياكم الله معالي الشيخ. نستأنف ما بقي من كتاب صفة الصلاة. قال رحمه الله تعالى: وقال أبو هريرة: في كل صلاة يقرأ: فما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعناكم، وما أخفى عنا أخفينا عنكم، وإن لم تزد على أم القرآن أجزأت، وإن زدت فهو خير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هذا الحديث فيه أنه لا بد من قراءة الفاتحة، وهي ركن من أركان الصلاة، لا تصح إلا بها لمن يقدر عليها. وأما ما زاد عن الفاتحة فإنه سنة، فيقرأ بعدها ما تيسر من القرآن في الركعتين الأوليين من الرباعية وصلاة المغرب، وأما الفجر فتطال فيها القراءة بأطول يعني سور المفصل، ويقرأ في المغرب من قصاره، قصار المفصل، وفي البواقي من أوساطه. نعم. وعن أنس قال: كان رجل من الأنصار يؤمهم في مسجد قباء، وكان كلما استفتح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ به، افتتح بقل هو الله أحد حتى يفرغ منها، ثم يقرأ سورة أخرى معها، وكان يصنع ذلك في كل ركعة. فلما أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه الخبر، فقال: يا فلان، ما يحملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة؟ قال: إني أحبها. قال صلى الله عليه وسلم: حبك إياها أدخلك الجنة. نعم. هذا فيه أن هذا الإمام من الصحابة من الأنصار رضي الله عنهم كان يأمهم في مسجد قباء، وهو المسجد الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج إليه في كل سبت ويصلي فيه، بقوله تعالى: لا تقم فيه أبدا، يعني مسجد الضرار، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، وهو مسجد قباء. فكان صلى الله عليه وسلم يخرج إليه في كل سبت ماشيا وراكبا ويصلي فيه ثم يرجع. هذا مسجد قباء. نعم. كان رجل من الأنصار يأمهم في مسجد قباء، وبعد الفاتحة في كل ركعة يقرأ بسورة الإخلاص، ثم يتبعها بما تيسر من القرآن بعدها، لكن يفتتح القراءة بعد الفاتحة بسورة الإخلاص. فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم لما خرج إليهم في قباء كعادته صلى الله عليه وسلم، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فسأل هذا الإمام: لماذا تكرر هذه السورة وتقرأ بها أول قراءتك بعد الفاتحة؟ قال: إني أحبها، لأنها صفة الرحمن. فقال صلى الله عليه وسلم: إن حبك إياها أدخلك الجنة. فهذا فيه فضل سورة الإخلاص، قل هو الله أحد، وأنها صفة الرحمن سبحانه وتعالى. نعم.
وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ركعتي الفجر في الأولى منهما قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا التي في سورة البقرة، وفي الآخرة منهما آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ركعتي الفجر، يعني راتبة الفجر، راتبة الفجر التي قبلها، كان يقرأ أحياناً بقل هو الله، بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، وتارة يقرأ بقوله تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية، وفي الثانية قوله قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. والسر في هذا أن في هاتين السورتين وهاتين الآيتين الجمع بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، فقل هو الله أحد هذا في توحيد الربوبية، قل يا أيها الكافرون هذا في توحيد الألوهية والعبادة، وقوله قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، هذا في الركعة الأولى من راتبة الفجر. وفي الثانية قل يا أهل الكتاب آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون، وفي الثانية قل آمنا بالله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون من آل عمران. لا قل وفي رواية تعالوا إلى كلمة سواء يا أهل الكتاب، هذا أولها، يا أهل الكتاب قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله، هذه فيها توحيد الألوهية، ألا نعبد إلا الله توحيد الألوهية، وقولوا آمنا بالله هذه فيها توحيد الربوبية، فكان يقرأ في راتبة الفجر في الأولى إما بقل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد، وإما يقرأ في آية البقرة قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم إلى آخره، وفي الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة من سورة آل عمران، لأن الأولى فيها توحيد الربوبية قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل، والثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله، فيها توحيد الألوهية، هذا هو السر في كونه يختار سورة الإخلاص والكافرون، فيهما توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، وفي آية البقرة توحيد الربوبية، وفي آية آل عمران توحيد الألوهية. نعم. وعن أنس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا، وفي رواية أقرأ عليك القرآن، قال وسماني لك، قال نعم، قال فبكى. نعم، أبي بن كعب هو قارئ الصحابة أكثرهم قراءة للقرآن رضي الله عنه، تميز بهذا وهو معلم القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليه، ومن ما جاء في فضله هذا الحديث أن الله أمر نبيه أن يقرأ على أبي بن كعب هذه الآية، فلما قال له نعم أن يقرأ على أبي لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب، لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أمرني أن أقرأ عليك هذه السورة لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب، قال وسماني، قال وسماك، فبكى أبي بن كعب بهذا الخبر، لأن فيه دليل على فضله عند الله سبحانه وتعالى. نعم. وعن ابن عمر مرفوعا خذوا القرآن من أربعة من ابن أم عبد فبدأ به، ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وسالم مولى أبي حذيفة. قال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا القرآن، يعني تعلموا القرآن من هؤلاء الأربعة، الأول أبي بن كعب، والثاني ابن أم عبد يعني بن مسعود رضي الله عنه بدأ به،
بدأ به ومعاذ بن جبل ومعاذ بن جبل الأنصاري، نعم، وأبي بن كعب نعم، سالم مولى أبي حذيفة، والرابع سالم مولى أبي حذيفة، سالم مولى أبي حذيفة كان مملوكا فعتق وصار مولى، صار مولى أبي حذيفة، أبي حذيفة، نعم. ولأحمد عن أبي هريرة مرفوعا: من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. هذا فيه الثناء على ابن مسعود وأنه يمتاز في قراءته للقرآن، فدل على مزية ابن مسعود رضي الله عنه في قراءة القرآن من بين الصحابة، نعم. وعن سمرة أنه حفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سكتتين: سكتة إذا كبر وسكتة إذا فرغ من قراءة غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نعم، حفظ عن الرسول صلى الله عليه وسلم سكتتين في الصلاة: السكتة الأولى إذا كبر تكبيرة الإحرام فإنه يسكت ثم يأتي بالاستفتاح، والسكتة الثانية إذا قال ولا الضالين فإنه يسكت حتى يقرأ بعدها بما تيسر من القرآن. فيستحب للمصلي من إمام أو مأموم أو منفرد أن يفعل ذلك، أن يسكت بعد تكبيرة الإحرام وقبل قراءة الاستفتاح، وأن يسكت بعد الانتهاء من قراءة القرآن بعد الفاتحة وقبل الركوع، يسكت هاتين السكتتين، نعم. وفي رواية: إذا استفتح وإذا فرغ من القراءة كلها. وقال أحمد: كان النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا يفسر قوله سكتتين، سكتة إذا فرغ من القراءة، إذا استفتح، إذا استفتح يعني قبل أن يقرأ الفاتحة، إذا أتى بدعاء الاستفتاح وقبل أن يقرأ الفاتحة، نعم. وإذا فرغ من القراءة، وإذا فرغ من قراءة الفاتحة، من القراءة كلها، من القراءة كلها وقبل الركوع، نعم. وقال أحمد: كان النبي صلى الله عليه وسلم يسكت إذا فرغ من القراءة قبل أن يركع حتى يتنفس. نعم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يسكت إذا فرغ من القراءة بعد الفاتحة وقبل الركوع حتى يتنفس، يعني حتى يرجع إليه نفسه، نعم. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فرد النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثة. فقال: والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني. قال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، وليس لمسلم ذكر السجدة الثانية. نعم، هذا الحديث يسمى حديث المسيء في صلاته، الذي كان يستعجل في صلاته ولا يطمئن فيها. فالنبي صلى الله عليه وسلم علمه كيف يصلي، علمه الطمأنينة، وهي ركن من أركان الصلاة، فمن ترك الطمأنينة لم تصح صلاته. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل أن يعيد الصلاة، وكرر عليه مرات حتى قال له: والذي بعثك بالحق نبيا لا أحسن غير هذا فعلمني. فعلمه صلى الله عليه وسلم أنه يطمئن في بعد تكبيرة الإحرام، ويطمئن بعد قراءة الفاتحة، ويطمئن بعد قراءة السورة بعد الفاتحة، ويطمئن في صلاته كلها، نعم. وله: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء
ثم استقبل القبلة فكبر. له أنه قال للمسيء إذا قمت للصلاة فأسبغ الوضوء، يعني أكمله، لا يبقى شيء من أعضاء الوضوء لا يمشي عليه الماء، لا يجري عليه الماء، هذا إسباغ الوضوء. ومن الإسباغ والدرع السابغ هو التام الضافي، فلو بقي شيء من أعضاء الوضوء لم يصل إليه الماء لم يصح الوضوء، فهذا دليل على وجوب إسباغ الوضوء على أعضاء الوضوء، وأن الإنسان يتأكد من ذلك. نعم، إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، هذا من تعليم المسيء في صلاته، ثم كبل ثم استقبل القبلة. استقبل القبلة، فيها هذا فيه أن الصلاة أن من شروط الصلاة استقبال القبلة، وأنها لا تصح إلا باستقبال الكعبة، والمراد بالكعبة أن يستقبل عينها إن كان في المسجد الحرام ويراها، إذا كان يراها يستقبل عينها، وإن كان لا يراها فإنه يستقبل الجهة التي فيها الكعبة. نعم، أحسن الله إليكم معالي الشيخ. وضع في مثوبتكم إلى هنا وإياكم أيها الكرام إلى ختام هذا الدرس من سلسلة دروسنا ومجالسنا في شرح كتاب الحديث الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، شاكرين ومقدرين لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان هذا العرض والبيان. نلتقي وإياكم في الدرس القادم إن شاء الله، وأنتم على خير والسلام.